سؤال رقم 41 هو رقم 67 من أسئلة كتاب القسم اللي كنت حلاهم في بلاي ليست تانية، تمام؟ فلو عايز شرح تفصيلي هحط لك لينك الفيديو بتاع شرح سؤال رقم 67 من أسئلة كتاب القسم، هتلاقيه في الديسكريبشن، هتلاقي لينك الفيديو في الديسكريبشن، تمام؟ ولو على السريع كده هنحل مع بعض. بيقول لي مين من دول غلط بالنسبة لل LH؟ هل ال LH is inhibited by the rising level of progesterone؟ هذه صحيحة، لأن البروجستيرون عايز يخدم البريجنانسي، تمام؟ مش عايز البروجستيرون بيعمل ايه؟ بيروح ينهبت ال LH عشان خاطر ال LH ما تسببش في اوفيليشن، ما تطلعش اوفم جديده ومحتاجين فيرتلايزيشن جديد. لا، احنا البروجستيرون ده من اسمه بروجستيرون، يعني ما قبل الحمل، يعني الهرمون اللي بيجهز للحمل خلاص، يعني الهرمون اللي اوريدي معاه اوفم عايز يهيئ لها الدنيا، مش عايز يجيب لها اوفم جديده، تمام؟ فبينهبت ال LH عشان ما يطلعش اوفم جديد. طيب رقم بي بيقول لي ال LH ده المهم عشان تتحول ال TL cells الى follicular cells. هي ايه ال TL cells؟ هي السيلز بتاعت الكورباس ليتيه. وايه الفوليكيولار سيلز؟ السيلز بتاعت الفوليكل، سواء ماتيور جرافين فوليكل او اي مراحل من مرحلة الفوليكلز، تمام؟ هل معقول ان كورباس ليتيم يتحول لفوليكل ولا العكس؟ العكس، ان الفوليكيولار سيلز بتاعت مثلا ماتيور جرافين فوليكل يحصل اوفيليشن بالال اتش فتتحول لكورباس ليتيم اي لوتيل سيلز، تمام؟ يبقى رقم بي غلط، المفروض يعكسها فوليكيولار سيلز ماتيور جرافين فوليكل تتحول لوتيل سيلز بتاعت كورباس ليتيم بالاوفيليشن اللي الال اتش مسؤول عنه. طب رقم سي، ال LH necessary for the development and maturation of corpus luteum. هذه الجملة صحيحة، لأنه هنا يقصد development and maturation، إن الكوربس luteum يتكون. فهل ال LH هو المسؤول عن إن الكوربس luteum يتكون؟ آه، هو المسؤول عن إن الكوربس luteum يتكون، لأن الكوربس خلينا نفتكر كده الأحداث إيه. بيبقى عندي mature graafian follicle يحصل ovulation فيتكون corpus luteum، تمام؟ طب انا عشان احول هذه الماتيور جرافيان فوليكل اعمل لها اوفيليشن فيتكون الكوربس ليتيم، محتاج الهرمون اللي بيسبب الاوفيليشن اللي هو مين؟ ال اتش. ال اتش سيرج بتعمل اوفيليشن، يبقى رقم سي صحيح. طبعا اللي سائلينها ايه رقم دي، ان ال اتش از اسينشال فور اوفيليشن. يبقى معايا 3 اجابات صح، واحده غلط، اختار الاجابه المتبقى.